خاص نبني الشو بنت هاد الاب هذا اللي حطوا عليه الباطل، ما دارت شي حاجه، حطوا عليه الباطل ربما ما دارت شي حاجه، حطوا عليه هاد الجريمه هادي، قال لك اغتصب طفله غادي تكرفص على عائله، عائله باقا صغيره قاصر تكرفصوا على با، ربما ما دارت شي حاجه، با عنده 7 الاولاد، جوج مجوجين وربعه ثلاثه مع المهم جوج مجوجين، جوج مجوجين باقا معاه 3 د الاولاد وجوج بنات، لا ما عنده حتى ما عنده حتى شي، لا كان داير مع هادي شحال معاه عداوه على داك الزرب وعلى داك على الماء، على الماء وديك الحفره معاه عداوه، وعلى على الخا ديالي، الخاي ديالي، الخاي ديالي، الاخ ديالي مع عنده صاحبه هذا الجرد ديالنا اللي عنده عداوه مع با، عداوه مع با، هذيك الضربه اللي كانت عتجي في صاحب خاي كانت عتجي في خاي، بقى حالف فيه، يبقى حالف فيه صافي، شدوه 3 شهور وفي الحبس ما شهرين، ثاني ولا عاوتاني خرج، مي خرج عاوتاني ولا عاوتاني شدوه عاوتاني دوز 20 يوم، شدوه هو هذا اللي الجر ديالنا اللي حط الباطل على با، صافي مي خرج بغى ينتقم منا، بغى ينتقم منا، با ما داير له حتى شي حاجه، ما يقدرش با يدير هكا، با راجل كبير داخل سوق راس وما كيدير حتى شي حاجه، با باين عليهم داير بولاد ولادو كبار ما يقدرش يدير هكا، والدار ديما عندنا عامره، الام ديالنا خدامه كتخدم ماشي سامحه فيه، كتخدم وكتجي للدار ديالنا، مي كتخدم كتجي، وبا خدام هنا مقابل الكسيبه ديالو، مقابل الكسيبه ديالو، مقابل خوتي، زعما راجل معما ثقيل ما يقدرش يدير شي حاجه، وبا حاطين عليه هذا الباطل، هجموا علينا صوتونا، هادشي البارح وقع، هجموا علينا ريبونا الياجر ديالنا، هرسوهن ريبونا الظرف ديالنا، هجموا على خوتي باقا صغار، والام ما كايناش، وبا داوه جدارميه، وبا داوه جدارميه، ماشي ما داوهش، وبا داوه جدارميه، نتوما هجمتوا علينا، الكسيبه ديالنا ضاعتنا الكسيبه ديالنا، هادشي حشومه وعيب، وبا ما يقدرش يدير هادشي هذا، وبا ما يقدرش يدير هادشي هذا، حاطين عليه الباطل، وديك الام ديالها ما كانتش هنايا، كانت غضبانه في الدار ديالها، عند امها كانت غضبانه، ياك بنتك فيها شي حاجه، بنتك فيها شي حاجه عند جي تهزي بنتك، عاد جي عند با، عاد دابزي معاه، مشي تهزيتي العايله، هزيتي العايله نيشان، ديتيها على الجدرميه، علاش؟ شنو هادشي؟ شنو؟ ما خصوش يدير هكا، تكرفصوا علينا. هادشي هذا لا يعقل، وانا يا كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى ياخذ الحق اللي كان سبب، ياخذ الحق وصافي، هادشي اللي كاين، وهما تهم الله يهديهم، ويا كانت الحقيقه راه غادي تبان ان شاء الله، هما يا عندهم عداوه قديمه، وديك الثور كانوا كيقول هذاك الراجل كان كيقول با عمل الثور، وبا ما كانش بغى يعمل الثور، عمل عيدك الضرب ديال القصب، مي عمل هذاك صافي، يعني قاف زعما يعمل ديك الضرب صافي، يعني بقات قال انا نعمل الضرب، يعني الله يحسن العون، مادام ما عندوش باش يعمل ديك الثور الدبريك، يعني عمل الضرب، بقات هكاك، بقات العداوه بيناتهم، دائما كيدابزوا على ديك الثور، دائما كيدابزوا، جا واحد النهار الاخ ديالي ضرب، جا هذاك الاخ ديالي صاحب ديك الولد، كان غادي يضرب خاي، ديك الضربه جات في ديك هاد الراجل هذا ضرب ديك الولد، وديك الضربه كانت تكون في خاي، جا خاي شهد فيه، يعني بقات العداوه بيناتهم، بقى حقد على ديك على خاي، لا بالعكس، عمره اصلا ما دخل حتى للحبس، عمره ما عرفوش كيفاش عامل، وعمره ما دابز، واول مره يعني وقع هادشي هذا، يعني با براسو راه حتى هو بيدو مصدوم، يعني هادشي هذا ما كنتيقش انا هادشي هذا اللي كاين، شوف كيفاش وقع، الله اللي عالم، الله ياخذ الحق وصافي. نعرفوا راجل مزيان وراجل معقول، وهاد الناس هادو تم هاد الراجل اللي سمع على غبران معاهم، انا ما هاد السيد هذا من نهار اللي خلق تربى معانا هنايا، تربى معانا هنايا دري صغير، ملي ماتت الوالده ديالو خلاتهم باقا صغار، وتزوج باهم ودار ولاد خراين، راه عنده 5 دراري مع المراه خايضها من الشجره، ولادها راهم مزوجين، جوج طفلات وثلاثه ذكوره كلهم رجاله، المعامله ديالو راجل مزيان، عمرنا ما شفنا فيه حتى شي حاجه، عمرنا ما شفنا فيه سرقه، عمرنا ما شفنا فيه شي حاجه ديال التحرميات، عمرنا ما شفنا فيه حتى شي حاجه، ايوا كنقولوا الباطل، قالوا الباطل هذا الاعلام، والله انا مراقبه ما عالمه، حنا جينا كيقولوا الباطل العالم، الله يشهر الحق، هذا ما نقول. السيد هذا حط علينا الباطل، ما درنا له حتى شي حاجه، هاد السيد هذا جارنا، الوالد ديالي هذا،
الوالد ديالي ما عنده معاه حتى شي حاجه على الثوره، على الثوره ده دار سبه، باغي يدخلو يغرقو في الحبس وسبتي انايا تاني، مي خرج من الحبس باغي حتى هو ينتقم مني، فهمت؟ كان يتعدى عليا هي دائما كيتعدى عليا، كان يضربني وباغي يتكرفص عليا حتى انايا، وباغي يتكرفص عليا ومي باغي يتكرفص عليا دخل الوالد، انا ما تشديتلوش فهمتي، انا كنبيع ونشري كنخدام في القبس وباغي يتكرفص عليا، دابا راه الوالد باغي يغرق وباغي ينتقم منه، وانا شهدت فيه، مي شهدت فيه باغي ينتقم من الوالد، شهدت فيه حيت ضرب لي صاحبي، كنت حاضر ضرب لي صاحبي، والضربه اللي كانت تجي جات صاحبي راه كانت تجي فيا انايا بالزباره، هادشي اللي كاين، شهدت في المحكمه درت كلشي، كنطلبوا الحق اخي، هو راه دخل الحبس ضرب شهرين د الحبس مي خرج باغي ينتقم من الوالد ديالي وباغي ينتقم مني حتى انايا، با ما يقدرش يدير هادشي هذا وبا كبير وما يقدرش يدير هادشي هذا وعنده ولادو وعنده بناتو ما يقدرش يدير هادشي هذا، والدار دائما عامره وقال لك الطفله كتزقي ما يقدرش يدير هادشي هنايا، حنا كنا هنايا حاضرين وقال لك الطفله كتغوت طفله صغيره ما يقدرش يدير هادشي هذا، با معنا مزيان ما يقدرش يدير هادشي هذا